الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء الرابع، الباب الرابع، سينيالي ديفيتو، إشارات المانع. النهاردة معانا الإشارة رقم 12، ترانزيتو فيتاتو الفيكولي براتشو. ده إشارتنا النهاردة، فيتاتو الفيكولي براتشو، عربة الدفع باليد أو العربة اليدوية ممنوعة من المرور. أدي إشارتنا النهاردة، سينيالي دي ديفيتو، إشارة منع، أو سينيالي دي بريسكريسيوني، إشارة إجبارية أو إشارة تداركية. إشارتنا النهاردة بتقول ديفيتو دي ترانزيتو الفيكولي أبراتشو، ممنوع مرور عربات اليد. يعني الإشارة عايزة تقول لي إن فيتاتو الترانزيتو سوكويلا استرادا توتي الفيكولي أبراتشو، كل عربيات، أي عربية مدفوعة أو مزقوقة باليد ممنوعة من المرور. زي ما احنا شايفين اهوت، أداء العربية اللي مجرورة أو مدفوعة باليد زي دي مثلا أو زي دي مثلا، أيا كان العربة اللي بتزق بالإيد ممنوعة من المرور. يبقى هنا الإشارة بتاعتي الفيكولي اسبنت كون لابراتشو نون بصنو بصاري، الفيكولي اسبنت كون لابراتشو نون بصنو بصاري، العربة اللي هي بتدفع باليد لا يمكن لها المرور، في حين ان الإشارة بتسمح بمرور كونسنتي الترانزيتو البيدوني، تسمح بمرور البيدوني، وكمان بتسمح بتوتي الالترا فيكولي اتراسيوني انيمالي، تسمح بكل انواع العربات بما فيهم العربة التي تجرها الحيوانات، فقط عربات الدفع باليد هي اللي ممنوعة من المرور. ندخل مع بعضنا كده ونشوف أسئلتنا النهاردة وإزاي هنقدر نحول الكلام ده بصفة عملية. أول سؤال معايا بيقول السينيال فجراتو فيتا الترانزيتو الفيكولي أبراتشو، تمنع الإشارة الممثلة مرور العربات اليدوية أو عربات الدفع باليد. تمام، يبقى هقول له فيرو، إشارة ديت معناتها منع مرور عربات اليد، فيكولي أبراتشو فيرو. السينيالا فجراتو كونسنت الترانزيتو ديل بشكلتة، تسمح الإشارة الممثلة بمرور الدراجات الهوائية فيرو، الإشارة بتسمح بكل أنواع العربات الأخرى بالمرور، فقط اللي ممنوع عربات الدفع باليد الفيكولي أبراتشو، يبقى هنا أقول له فيرو برضو. السينيالا فجراتو كونسنت الترانزيتو ديل تشيكلو موتوري، تسمح الإشارة الممثلة بمرور الدراجة النارية الخفيفة، برضه هقول فيرو، كل أنواع المركبات توت الفيكولي سواء كان فيكولو دورو أو تشيكلو موتوري موتوتشيكلي الفيكولو تراسيوني أنيمالي بشكلتة البيدوني الأوتوفوتورا الأوتوكار، ده كله كونسنت ترانزيتو مسموح له بالمرور، فقط الفيكولو براتشو اللي هو فيتاتو ترانزيتو، يبقى اقول له هنا برضو فيرو. السينيال فجراتو كونسنت الترانزيتو ديل اوتوفيتورا كي ترينالد اون كاريلو ابانديتشي، هنا بيقول تسمح الاشاره الممثله بمرور العربات او السيارات التي تجر عربات ملتحمه، اللي هي الكاريلا ابانديتشي اللي هي العربية اللي بجر كاريلا صغير وراها، ديت أيضا مسموحة بالمرور، لأن المنع فقط اللي هو موجود في الإشارة الفيكولو براتش، خلاف كده مسموح بالمرور، يبقى برضو فيرو. السينيال الفجراتو فيتا الترانزيتو ديل كاريتا أمانو، كاريتا أمانو اللي هي أيضا العربية اللي هي بتزق بالإيد، ده برضو اسمها كاريتا أمانو أو فيكولو براتشو، برضو ديت من ضمن الأصناف اللي هي ممنوعة من المرور، أقول له فيرو، تمنع الإشارة الممثلة مرور على العربات اليدوية كاريتا أمانو أو فيكولو براتشو نفس المعنى، يبقى أقول له فيرو. السينيال فجراتو فالي بيرتوت الفيكولو دورانت الأورا ديل ماركاتو، تقتصر صلاحية الإشارة على
كل العربات خلال ساعات السوق، الاورا دي الماركاتو خلال وقت عمل الماركاتو. طبعا برضو هنقول الاجابه هنا فالسو، بيقول لي هنا المنع فقط خلال ساعات السوق، فالسو. الاشاره فالي 24 اوراس وال 24 اورا، يعني هنا صلاحيه الاشاره مستمره طوال اليوم مش مقتصره فقط دورانت الاورا دي الماركاتو، يبقى فالسو. السينيال رفجراتو فيتال ترانزيتو ديل فيكولو موتوري دورانت الاورا ديل ماركاتو، برضه هنا بيقول تمنع الاشاره الممثله مرور العربات ذات محرك خلال ساعات السوق. الاشاره ما بتمنعش الفيكولي موتوري، ما بتمنعش العربات بمحرك، عربيه بمحرك مسموح لها المرور في كل الاوقات، يبقى فالسو. السينيال رفجراتو فيتا الترانزيتو دي اونا موتوتشيكلي انكل سسبنتو البراتشو، هنا بيقول لي ان الاشاره تمنع الاشاره ممثله مرور الدراجه الناريه حتى لو كانت مدفوعه او زيها بايدك. طبعا الاجابه هتبقى فالسو، الموتوتشيكلي مسموح بالمرور سواء كنت سايقه او حتى كنت زقه او دافعه بايديك، يعني لو انا ساحب الموتوسيكل بتاعي يبقى الاشاره بتسمح بمرور ايضا، لو انا برضو راكب الموتوسيكل برضو الاشاره بتسمح بالمرور، يبقى هنا الموتوتشيكل في كلتا الاحوال سواء كنت قائد المركبه الدراجه الناريه او دافعها بايدك برضو بتسمح بالمرور، بتمنع فقط الفيكولو براتشا او الكاريت تمانو، يبقى 8 خالصه. السؤال التاسع السينيال فيجاراتو انديكا اون استرادا ريسيرفاتا الفينداتوري امبولانتي، هنا بيقول لي تعلم الاشاره الممثله عن طريق مخصص للتجار الجائلين او المتجولين. طبعا الاجابه هتبقى فالسو، الاشاره بتمنع الفيكولو براتشو او الكاريتا مانو وليس الطرق مخصصه للباعه المتجولين، يبقى فالسو. السينيال الفجراتو ان سينيال دي بريكرو، الاشاره الممثله اشاره خطر، فالسو. الاشاره اللي معانا سينيال دي فيتو اشاره منع وليست سينيال دي بريكرو، يبقى هقول له فالسو. اخر سؤال معايا السينيال الفجراتو فيتا الترانزيتو ديل فيكولو تراسيوني انيمالي، تمنع الاشاره الممثله مرور العربات التي تجرها الحيوانات. طبعا الاشاره ما بتمنعش مرور العربات التي تجرها الحيوانات، يبقى فالسو، الاشاره بتمنع فقط الفيكولي براتشو والكاريتا مانو، العربات اليدويه او العربات المدفوعه باليد. ده كان كل الاسئله اللي موجوده معانا النهارده على اشارتنا ترانزيتو فيتاتو الفيكولو ابراتشو، ممنوع مرور العربات اليدويه او العربات المدفوعه باليد. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى القاكم في درس جديد، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.